عشرة العائلات ستنتفع من هذا الطعام الذي يعده فريق طبخ متخصص. المناسبة شهر رمضان، وفي بادرة تطوعية من قادة الكشافة التونسية ومتطوعين من الفتيات والشبان، يتقاسمون الأدوار في إعداد الطعام والأطباق ثم توزيعها. إنه شهر رمضان شهر الرحمة. السلام عليكم، قائد خالد الرمح، قائد جهة القروان للكشافة التونسية. نحن مرحبا بكم في فضاء دار القرآن، وفضاء اللي خذيناه السنة وضعية استثنائية. تعودنا ناخذ مدرسة علوم التمريض القيام بالمشروع بيت رمضان، بأن مع التمريض ماخذينه كمركز الكوفيد. خذينا مشكورين للجمعية دار القرآن، أعطت الفضاء متاحها والمطبخ متاحها باش نستعملوه في المائدة الرمضانية اللي تعود فوج المدينة القيام بها السنة الثامنة على التوالي. المائدة هذه تعودنا باش نعملوها بطريقتها المميزة، اللي احنا كنا نوصلوا الماكلة للعباد ديارهم بغير ما يجيوا يفطروا بحذانا. العباد نختاروهم نحن عن طريق العمد وطريق الشؤون الاجتماعية، نلتقيوا الأحوج في الأحوج ونوفر لهم أكلة مناسبة. نقولوا نحن أخذين عهد على رواحنا مش تكون كما في ديارنا والأفضل شوي. اعتماد كل هو الحقيقة ديما نقول نشاط تربوي في الأساس، تبع الفكرة الكشفي متاعنا، وزيد عمل اجتماعي يشمل ويعتني بالفئة الهشة. منذ سنوات انطلقت المبادرة وتواصلت إلى اليوم رغم تداعيات جائحة كورونا، بل أن الأزمة ضاعفت من جهود المتطوعين للوصول إلى العائلات التي أثرت عليها الأزمة الصحية. قائد سمير قدونة، قائد فوج المدينة، وقائد مشروع الاجتماعي اللي عاملينه كل السنوات هذه الكل، معناتها من 2012 تقريبا. سنة حميدة خذيناها كل عام باش نقوموا بالمشروع هذا. العائلات هي القوائم كل عام تنحينوها، ما تتحين شكون توفى، شكون نقل، شكون ما عاش يسحق. السنة بدينا الوجبات نتاعنا ب 300 وجبة تقريبا. التمويل هو من أهل الخير، يجيبوا مواد عينية، الأغلبية مواد عينية، معناتها يجيب الحم، يجيب الحوت، يجيب الخضرة، وفما شكون يتبرع يحب مثلا كفارة متاع نهارات يحب يخرجهم إطعام، خاطر هنا في الأساس هي إطعام إطعام للمساكين والفقراء. هذا وناس فعلا مسحقه، معناتها احنا مدقين برشا في الحكايه هذه، انه العائلات اللي نهزولها معناتها في حاجه ماسه اللي نقدموا فيه. نحب نوجه بالله رساله لاهل القيروان باش يساندوا هذا المشروع الخيري والاجتماعي الرائد بالدعم المادي وحتى المعنوي، وحتى بالجهد، خاطر الحقيقه الجهد بانه ما يتواصل وما يتحسن الا بالدعم. هذا المطبخ وهذه المعدات شاهدة على عديد الوجبات التي أعدت للعائلات المستفيدة والتي يتم ضبط قائمتها سنوياً. تكتمل مراحل الطبخ تحت إشراف الشاف ومساعديه من المتطوعين، ثم تنطلق عملية تعبئة الأطباق بروح تطوعية شبابية وتزين بألوان الطعام كأنها مخصصة لموكب زفاف. قايدة عائشة ملقاتي، أمينة مال الفوج، أمينة مال المشروع إفطار صائم. هو من عش كان في بالكم اللي هو توا 11 سنة وحنا نخدم الخدمة هذه، كان عاملين وجوست رتحنا خاطر الظرف الصحي للبلاد. السنة قللنا من العدد، كنا نفرقوا في 600 طبق، السنة خدمنا على 300 فقط، على خاطر الإفكتيف اللي الناس اللي مش تعاون باش نقلوا الماكسيموم من الناس اللي مش تعاون، باش يبداو متوفرين، ما يبداوش برشا ناس متوفرين في بلاصه ضيقه. وين نبدا نخدم توا عندي 11 سنه، وين نخدم في المشروع هذا نذكر حاجه. مثل شعبي اللي يقول لك جماعه حمل جماعه ريش، فعلا حمل جماعه ريش. يعني انت كتسمع 600 طبق مش يخرج في وقت وجيز في نهار، مش يطيب وكل يوم تتعاود. بالحق تحس ساعات حتى المتطوعين ما يبداوش برشا، يبداو في الخدمه ولا في حاجته كما الوقت توا كنا نخدموا نبداو مش متواجدين، ومع ذلك يكمل في الوقت وساعات نكملوا بكري زاد. يعني تحس بالحق التعب والمجهود هذاك الكل يتقسم على عباد الناس الكل،
ونبدأ مرتاحين ونكملوا في وقتنا ولبس والحمد لله. بالطبع احنا ديما معتها في الظرف هذايا اللي تعيش به البلاد كاملة، ناس كل الضرط وناس كل تمست ونخدموا فيه بالحق، تحسوا البلا مودود. معناتها قوس عليك انت في دارك اللي انت تشتهيه نحبوا نطيبوه، شنو هي شهوه شنو هي الدبار، حتى كي نبداو نختاروا في الدبار بكل حب. معناتها انا شارح عليك الحاجه باش نوصلوها لناس اخرين. اسكو السؤال ديما تسال اسكو ياكلوا في الماكله هذه ولا مش ياكلوا، يذوقوا فيها ولا مش يذوقوا، ان شاء الله توصل في بلاصتها وان شاء الله نكونوا سبب في ان ندخلوا الفرحه والبهجه على الناس اللي ما نعرفوهمش. كما انت قلت هما في الاخر خيالنا وهما يسكنوا معانا معناتها في بلادنا. قبيل موعد الإفطار بينما تنتظر العائلة تسلم وجباتها اليومية، يتجند هؤلاء الشبان بوسائلهم الذاتية من دراجات وسيارات لتوصيل الأطباق إلى العناوين المحددة. لا أحد اسمي ياسين رماح، نقرأ بريمير أنا، عمري 15 سنة. والله لقد جيت لهنا مع جماعة خيرية، معناها نعاون في العباد خاطر معناها تعرف رمضان ونعرف الخير، ومعناها ما أكثرش من فرحة أنك تدخل الفرحة على غيرك، معناها اللي ما يلقاش شيكل في سقف الفاطر. والله الحقيقة أنا مهمتي معناها أنا نغلف الطبقات ونجيبهم نحطهم معناها نرصفهم هنا ونعد كل واحد وهما يوصلوهم بعد بالكراهب ولا أما نجيس معناها نلف الطبقات اللي بشيزوهم ونرصفهم كل واحد، مثلا ثم خاطر هما احياء مع كل واحد عنده حي لهي به، واحد ضرب بالارقام 28 23 نرصف كل واحد قداش لازم ونحط لهم كل واحد قداش بالضبط معاه، وهما بعد يجاوب بالكراهب يهزوا. لا احد يعرف العائله المنتفعه سوى الجهه المشرفه، وهو عمل تطوعي يساهم فيه عدد كبير من المواطنين بمساعدات عينية ومجهودات تجسم قيم التعاون المجتمعي وروح التضامن بين أبناء هذا الشعب الكريم الذين يؤكدون أنهم مهما ضاقت الحياة وصعبت فإن هناك دوما أمل في غد أفضل وخير كثير بين الناس لن ينقطع بفضل هؤلاء المتطوعين.